نوفيل كونسيبت قصة جديدة إلا بغيتو تفهمو الخبايا ديالها كيف العادة ديال الكيت مياك تكون بوحدك طفي الضو و ليتس جو. كنظن بلي راكم ديجا سمعتو على الشائعات اللي كتقول انه اخطر انواع السحر هو في بلاد المغرب، ولكن داكشي اللي نتوما ما عارفينوش غتعرفوه معايا هاد الليلة. بغيتكم كلكم تجلسوا معايا اطابل، بغيتكم تركزوا معايا باش تفهموا الخبايا ديال القصة. انا سميتي احمد، صحفي مبتدئ في جريدة الرباط، وكنستعد باش نكتب واحد الموضوع صحفي كيدور على الدجل والشعوذة في المغرب. بعد ما تحرينا مزيان انا والفريق ديالي على المكان والبلايص ديال المشعوذين في بلادنا، توصلنا اخيرا لواحد السيد كيقولوا عليه الشيخ مصطفى الشريف، وكيتقال عليه بلي كاع اللي زاروه كيدويو على قدراته العجيبه. جمعنا الامتعه ديالنا انا والطاقم، كنا ثلاثه الاشخاص، الاول هو التكنيسيان ديالنا وسميتو عزيز. عزيز هو المسؤول انه يركب ليا كاميرا صغيره تصور كاع الاحداث اللي كيدوروا بيني وبين المشعوذ بلا ما يدي ما يجيب. اما الثاني فهو الشيفور والدليل اللي حافظ كاع الاحياء ديال المنطقه وسميتو سيف الدين. المهم خرجنا من الرباط نهار اثنين في الصباح وشدينا طريق الكازا وبالتحديد الكريانات، ومني وصلنا لتما ركب لي عزيز الكاميرا الصغيره في جاكيتي، ومن تما تمشيت بوحدي لدار المشعوذ كما كنا مخططين. كانت دار هاد النصاب غير بريريكا ماشي تبراكا، مصاوبه غير بالقصدير، ولكن ما استغربتش حيت اصلا هاد القنت كله قصدير. مي اللي جاني في شكل هو بزاف ديال الناس شادين الصف قدام دارو اللي اكثريتهم غير عيالات. في الباب كان واحد راجل طويل واقف كينظم الناس وحاسب لكل واحد نوبته، وعرفتو باللي هو الهدف الاول ديالي. مشيت لعندو سلمت عليه ولصقت ليه في يدو 200 درهم شدها ودارها في جيبه، وبعد 10 دقائق عيط على سميتي وقال سي احمد الشيف مصطفى راه قبل يشوفك، دوز دخل عنده. نط كانت مشى لجهه الباب وانا نتفكر بلي ما قلتش سميتي لهاد خونا باش عرفها، وقلت في خاطري ياك ما سي الدين عيط قبل باش يشد ليا النوبه ياك ما كيعرفهم ديجا. المهم دخلت البراكه وكانت عباره عن بيت كبير جالس وسط منه واحد الشيباني وجنابه بزاف ديال الشموع والبخور والجلود ديال الحيوانات. سلمت عليه وقال لي جلس وليدي احمد جلس، ما عندك علاش تخاف، هذيك الامان، انت في دار الامان. كنت ديجا مديفورمي وملفق قصه انه عندي الكنز في داري وبغيت نخرجه، وهذا الشيء بالضبط اللي عاودت للمشعوذ. وديك الساعه بدا الشيباني كيتمتم وكيقول شي كلام ما مفهومش. اموئي سموئي محضروم محضروم صح صافين صح صافين، وكيكمل هضرته بداو شي شمعات كيشعلوه بوحدهم وشي شمعات كيطفاو. تقدر تكون شي خدعه وبلان من بلانات هاد السحار، ولكن داز شويه ديال الوقت حسيت بشي يد كبيره قبضاتني من كتفي، ومني تلفت ما كان حتى واحد، ولكن اليد مازال قبضاني من كتفي. بقيت كنشوف في داك الشارف. ما كانش عليك السي احمد انك تحايل عندي باش تجي. سي احمد انا عارفك بلي انك صحفي وبغيتي دير مقابله معايا، وهادشي قالوا لي النفر ديال الجيب اللي معايا قبل ما تدخل ووافقت باش تدخل، ولكن ما كاينش علاش تخبي في الكاميرا، غير سول اللي بغيتي انا نجاوب. كان قلبي كيضرب بالجهد وعركت كامل وما قديت نخرج حتى كلمه، وهاد الشيء واخا الشيخ حاول يكالميني. راك مخلوع ما تخلعش مني، ما تخلعش، ما عندكش علاش تخاف، رافض كاش ماشي تسول. انت بغيتي تعرف الفرق ما بين المشعوذ والفرق بينه وبين الساحر والدجال. حبيت نقول لكم بلي 95% من السحرة اللي كاينين في المغرب غير دجال ونصاب، ما عندهم حتى علاقة بهاد الموضوع. 5% اللي بقات تلاميذ وانا واحد منهم وعندي قدرات محدودة ماشي شي قدرات خارقة. كاين ثلاثة شيوخ في الأعظم، واحد فيهم خدام مستشار لواحد الشخصية مهمة في هاد البلاد سعيدة، والتاني عايش في أوروبا، أما الثالث فهو المعلم الأعظم كيعيش في واحد البلاصة منعزلة في الصحراء وميمكنش توصل ليه. ودابا إذا باقي عندك شي سؤال أنا مستعد نجاوبك، خذ راحتك. كنت مصدوم بزاف، فمي ناشف وما كاد نطق تحرف، بقى كيشوف فيا وعاد قال صافي بركة عليه طلقوا منه.
وحسيت بديك اليد اللي كانت شاداني من كتفي حيدات، ونط غادي ديريكت بغيت نخرج فحالي، وركابي حسيت بهم تحشوا، رجليا هزيني بصعوبه، خرجت من البراكه ومشيت ديريكت للطوموبيل باش يفاجئني عزيز ويقول لي واش طرا صاحبي راه تقطع ارسال الكاميرا كي دخلتي لتما. ما جاوبتوش وركبت في الطوموبيل وقلت ليه من بعد ونشرح ليه، وقبضنا الطريق، الطريق اللي كلها منطقة بتحرف. كنت مازال مصدوم وغير كنفكر، واخا حاول عزيزي يدوي معايا مي والو ما جاوبتوش، بقيت ساكت. توصلت للدار وهبطت من الطوموبيل دخلت لبيتي ديريكت، وانا غير كنفكر في هادشي اللي طرا اليوم. شنو هادشي كامل؟ صباح الاخر بديت كنوقد راسي وما بقيتش مصدوم، وحسيت بلي داك الاصرار اللي كان فيا في الاول دوبل وزاد وكبر وكبر بزاف، وقررت اني نرجع عند الشيخ باش نعرف اكثر على عالم الجن. والصراحه كان اهتمامي بالضبط كبير الساحره، ولا كي كيقولوا هما الشيخ الكبير اللي قال لي منعزل في الصحراء. هاد المره زدت طوموبيلتي بوحدي وشديت الطريق، وما كانش الموضوع الصحفي هاد المره اللي غادي بيا، كان غير الفضول لمعرفه المجهول. داز الوقت ووقفت حدا البراكه ديال الشيخ، وتمشيت لجهه داك اللي ديما قدام الباب، وقبل ما نقول حتى كلمه قال لي دخل دخل الشيخ كان كيتسناك. دخلت ومنطقت حتى كلمه بتحرف. مرحبا مرحبا بالسحبه، مرحبا، جلس جلس مرحبا. جلست وانا مخلوع ويدي عرقانين، مجمعت راسي وقلت ليه الشريف بغيت نعرف اكثر على السحر، وبالضبط على الشيخ الكبير ولا الشريف اللي في الصحراء. بدا كيضحك كيضحك. انا عارفك وبيجي شباب، انا عارفك بلا ما تقول والو، انت باغي تعرف السحر وباغي تعرف هاد العلم هذا. شوف وليت نسحر، عالم السحر علم واسع وعنده مراتب، كاين سحر كيحكموه مجنون، كاين اللي كيحكموه الجنون، ما كيوصل لمرحلة العلم الأعظم غير ناس قلال في العالم كامل، وكيكونوا بمثابة الملوك كما كتشوف وليتي. أنا في عمر 76 عام باقي طالب من هاد العلم هذا. فين نقدر نلقى الشريف الكبير؟ او كبير الصحراء فين نقدر نلقاه؟ بلا ما تعيي راسك وليدي، بلا ما تعيي راسك، الشريف الكبير راه في صحراء كبيرة ومنعزلة وما كيستقبل تحت. سيدي الله كمل هضرتو، عينيه بياض وتقلبوا الله كاملين، وبدا كيتمتم بشي كلام ما فهمت منه والو، وشاف فيا وعاود رجع لطبيعته. الشريف الكبير قبل يشوفك، انا نوريك الطريق باش تمشي عندي، غتمشي وغتزيد 30 كيلومتر وغتلقى واحد البيت ديال التراب صغير، ما تقول تحت فين غادي ولا غادي تندم. يلا وليدي نوض فحال. نط خرجت من البراكة وانا شاديني احاسيس كثيرة، الاستغراب التردد الخوف والفضول اللي كان غالب عليهم كاملين. في ذاك النهار حجزت في اوتيل في كازا باش نرتاح وننظم افكاري ونستعد لرحلة طويلة تل الصحراء واللي تقدر تستغرق 9 سوايع حتى 10 سوايع بالطوموبيل. وفي صباح نهار التالي ركبت في طوموبيلتي وبديت الرحلة ديالي نحو المجهول. كانت رحلة طويلة وشاقة، استغرقت كتار من تسويع كيف قلت لكم، ومن قربت المنطقة اللي حدد لي الشريف تقطع الشانطي والطريق ديال السيمة تقطعات، وشفت قدامي غير الصحاري والرملة، وقررت أني غنكمل وسط داك الخلا في طريق مستقيمة مندور لا هك ولا هك. دخلت شوية مع الرملة وقفت كنشوف في الخلا وكنشوف وكنفكر، ما عرفتش علاش كنت متردد، واش الخوف اني نتوضر وسط الصحراء ولا الخوف من المجهول ومن داكشي اللي نقدر نشوف. فين غادي انا؟ فين؟ ما كاين والو هنا، ما كاين حتى حاجه. قاطع تفكيري الدقان على الجاج ديال الطوموبيل، تزعزعت من بلاصتي حيت ما كنتش متوقع شي حد هنا. شفت فهاد اللي كيدق كان راجل بدوي تكون عنده شي 50 سنه باين فيه ولدنا. نزلت الجاج ديال الطوموبيل. السلام عليكم وليدي، لما لا كنتي غادي جيت الصحراء لداخل على عار لما وصلني معاك؟ واخا واخا طلع، ما كاين حتى شي مشكل طلع. وافقت بلا ما نحس، انا اللي من عادتي ما كنتيقش في الغرابه دغيا، ولكن فكرت بلي هاد السيد غيونسني في طريقي في الصحراء، خصوصا انه ولد هنايا وباينه في حافظ القنت كامل. ركب راجل معايا وكان هز معاه مش كحل صغير، جاتني في شكل هز معاه المش، ولكن كنت ديجا اكسبتيت نهزو معايا قبل ما نعرف انه هز معاه شي حاجه. بدينا شادين الطريق وسط الصحراء، وكان الراجل غير ساكت ما قال حتى كلمه، غير كاينعات ليا منين ندوز. بقيت غير كنفكر، باينه فهاد السيد حافظ مزيان هنا، اجي نسولو على الشريف الكبير، نسولو على داك السحار اللي كاين هنا. جمعت افكاري وقلت ليه باينه فيك عارف هاد البلاصه مزيان ياك. يا وليدي
انا عارف الصحراء اكثر من جنابي. اذا انت عارف فين كاين الدار ديال الشريف الكبير كبير الصحراء؟ ما تقولش الشريف، الله يرضى عليك، قول صاحب الجلاله. وكيكمل السيد هضرتو داك المش الكحل شاف فيه، وراجل كله ولا عرقان وكيتفتف وشكله بحال كيتغير. اسمع وليدي، غنوصلك حتى للبلاصه اللي بغيتي، صبر صبر. سمعت هضرتو بديت كنرتاح حيت لقيت السيد اللي غيوصلني حتى للوجهه ديالي بلا ما نضيع في الصحراء. وبعد ما بقينا شادين طريق اكثر من ساعتين وصلنا لواحد الكوخ ديال التراب صغير والنص فيه غريب. وقف 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 هنا. وقفت وهبطنا من الطوموبيل وزقيت الشوفه في الكوخ، وديك الساعه دورت وجهي جهه السيد ولكن ما لقيتوش، ما كاينش والله. بديت تنشكي كما ما كان معايا حتى واحد، حتى شفت المش الكحل باقي تما وكيشوف فيا. تمشى القط لجهة الكوخ وفي نص الطريق شاف فيا وحسيت بيه بحال بغاني نتبعو. داكشي اللي درتني تبعتو بلا ما نحس، وقفت حدا الباب ديال الكوخ كنشوف فيه ودقيت. كحل الباب وطل منه واحد الشاب مازال صغير غيكون في بداية العشرينات من عمره. كان شاب زوين في شكله وخا حوايجو باليين. اهلا 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 سي احمد، مرحبا بك. مرحبا مرحبا. دخلت مع الباب وقلت ليه واش انت هو الشريف الكبير؟ انا هو الشريف، انا مرحبا. الصراحة ما كنتش متوقع انه غيكون مازال صغير، تنيت منه يكون شارف وكيخلع، بقيت غير مصدوم. ما كنتش كان ضربت لك قاع التوقعات ديالك في الزير، ما توقعتينيش نكون بحال هكا. والله ما كنتش كنتسناك تكون هكا. دخل دخل، مرحبا بك مرحبا بك، غير دخل غادي نشرح لك انا كلشي. دخلت الكوخ وكان غير صغير ومفرش غير بالحصائر الباليه. جلس. مرحبا باللي جا. جلست فوق واحد الصندوق ديال العود. انا مستعد نجاوبك على الاسئله الصحفيه ديالك كاملين، خذ راحتك. شكرا بزاف. كيقولوا عليك الشريف الكبير او كبير الصحراء، ولكن علاش ساكن في هذا الكوخ وسط الصحراء وغير بوحدك؟ ترى ما كتشوفش هادشي اللي كنشوف فيه وهادشي اللي عايش فيه انا. قرب ليا وحط يدو على عينيه، وبعد ما حيدها تحول داك الكوخ كامل اللي كان غير تراب القصر كبير عامر بالخدم والجواري والحسناوات، وتحولوا حوايج الشاب الباليه لحوايج لا تليق الا بالملوك. تصدمت من هادشي اللي شفت وبديت كندور عينيه في القصر كامل، بقيت غير كنشوف هاد العجب كامل اللي قدامي. كيفاش طرا هادشي؟ منين جا هاد القصر؟ منين؟ ايه قلت لك راه ما كتشوفش داكشي اللي كنشوف فيه. يلا نوريك ارجع للقصر. تمشى الشاب قدامي وانا غير حالف امي ومدهول من جمال القصر والتحف اللي فيه. كانوا ضايرين بالقصر حدائق كبيره عامره بالغزال والطوس والخيول كيجريو تما. كان في الداخل القصر عدد كبير من الخدم وبزاف ديال البنات الزوينات لم ارى من جمالهن في حياتي. وقفني الشاب عند واحد الباب كبير، وقف قدامه واحد الشاب اخر طويل وهز معاه سلاح. دخلنا من الباب وقال لي يا الملك. واش ما عرفتيش شكون هو هذا الحارس؟ لا لا ما عرفتوش. هذا هو المش الكحل اللي كان معاك في الطوموبيل مني وصلت. هذا هو كبير الحرس عندي. ولكن ما يمكنش. ولا كان المش كبير الحرس، شكون هو ذاك الشارف اللي كان هز القط في الاول؟ هذاك حارس عندي. واش عارف بلي راك اول انسان قدر يوصل لهاد البلاصه وكون من الموافقه ديالي والحراسة ديال المش ما كنتيش غادي توصل. وعلاش؟ شنو السبب في هادشي؟ كاينة حرب دايرة في هاد المنطقة من الصحراء بين جيل المسلم وجيل الكافر، وكون ما داك المش جا معاك ما كانوش غيخليوك سالم وما غاديش تدخل لهاد البلاصة كاع نهائيا. وشنو علاقتك انت في هاد الحرب؟ ياك انت من الانس. انا من الانس، ولكن ابي من الجان، هو ابن ملك كبير من ملوك الجان، ورثت منه بعض من صفات الجان، وانا هنا بسبب الاب ديالي حيت واجب عليا نقود الجيش في هاد الحرب. ما فهمتش، واش انت ماشي سحار ياك؟ ياك السحارة كاملين كفار. السحر علم قليل اللي فاهمه، قليل اللي يقدر يتحكم به. كاين من السحارة اللي كيستخدم السحر في امور ضارة، كيتعاقد مع الشياطين وفي سبيل هاد العقد كيعطيه الشياطين بعض الخدم من الجان اللي خدموا معاه. وشنو علاقة السحر بالجنون؟ ياك السحر كيجي منه. غلط، فكرة غلط. تقدر تستخدم السحر بلا ما يكون عندك خدام من الجن،
بحال سحر الوهم اللي كيستخدموه السحرة العالمين، فهو سحر كيقصد اعين الناس وكيوهمهم امور ما كايناش. اما في استخدام السحر مع الجن فهو امر اخر، حيث كيستخدم في ترويض الجن وربطه وللحفاظ عليهم لاستخدامات في امور شخصيه. وهذا الشيء علاش كيتعاقد مع شياطين، حيث عاده الشياطين كيكونوا قوى من الجن. واخا، وشنو الفرق بين الشياطين والجن؟ الشياطين كفار، اما الجن عباره عن قبائل، فيهم الكافر وفيهم المسلم، كاين اللي كينتمي لديانات اخرى وهادو بحال البشر تخلقوا باش يعبدوا الله. والمسلم فيهم كيدخل للجنه والكافر للنار. الفرق الوحيد انهم كيشوفونا حنا ما كنشوفوهمش، حتى انه اسم الجن جا من الجنه. واخا اسمح لي كنسولك بزاف، واش اشكالهم بحالنا؟ تقريبا من غير اختلافات بسيطه هما بزاف ديال الانواع، منهم الطيار والعامل والارضي، والوانهم مختلفين، كاين اللي فيهم قصير اللي فيه 40 سنتي، وكاين اللي واصل حتى 30 متر، كاين فيهم القوي والضعيف، وقواهم هما العفاريت. ولكن شفت كاع اللي في القصر دايرين بحال البشر بحالنا. هادوك جين متشكل، الجن المتمرس قادر يتشكل باي هيئه، ولكن اشكالهم الحقيقيه ما مختلفاش بزاف علينا، غير ان عندهم رؤوس كبار واعين واسعه، بعضهم عينهم بشكل افقي بحالنا، والبعض الاخر بشكل عمودي، صباعهم طوال عاد تزيد بزاف ديال الالوان ديال البشر مختلفه علينا. كاين واحد السؤال محيرني، واش انت سحار وعلاش كيخدموك الجن المسلم؟ لا لا لا، انا ماشي سحار، كما قلت لك انا ورثت بعض صفات الجن من ابي وهذا العرش من جدي. واش انت مرتاح بالعيشه وسطهم؟ واش ما كتخافش منهم؟ علاش غادي نخاف؟ مثلا راهم مخلوقات بحال البشر، ولكن كيخاف منهم البشر حيت ما يقدروش يشوفوني او لا يشوفوهم. انا مولفهم بزاف، كاين فيهم اللي احسن من البشر وبزاف كاع. انت قبل ما تدخل القصر كنتي كترعد من الخوف، ودابا بنتي ليا ما بقيتيش خايف. كلامك كله منطقي صراحه، عرفتي هادشي عجيب بزاف. تمشى الملك وطلب مني نتبعه، وداني لواحد الطابله فوق منها الماكله، جميع انواع الماكولات والحلويات اللي ما عمرني شفت بحالهم. جلسنا وبقيت غير كنشوف فيهم. ما تحشمش ما تحشمش، كل اللي بغيتي من الماكله راك غتكون مهلوك بالطريق. بديت كناكل في هاد الطعام اللي ما عمرني ذقت بحاله، وبعد ما كملنا وتعشينا داني الملك لواحد الغرفه كبيره فيها سرير ملكي مرصع بالذهب والالماس، مغطيه فراش من الحرير المطروز بالذهب. هذا بيتك احمد، ارتاح، راه تعطلنا بزاف وكتبان لي عليك عييتي. شكرت الملك وتكيت في الناموسيه، كنفكر في هادشي كامل وما عرفتش علاش ما بقيتش مخلوع وخايف. علاش دغيا ترخيت؟ ما قدرتش نقاوم واحد رغبه قويه في النعاس، رغبه اللي ما عمرني جربت حلاوتها، ونعست نوم عميق. مني فقت في الصباح لقيت راسي ناعس في الطوموبيل وسط الشانطي. كيفاش وصلت لهنا؟ ما عرفتش، واش كان هادشي كامل غير حلم؟ ما عرفتش، بقيت مصدوم. ديمهريت الطوموبيل ورجعت في حالي لمدينة الطريبات، وغير كنفكر اش طرا ليا، وهاني كنكتب دابا الموضوع الصحفي ديالي وانا في داري في الرباط، ولكن ما عنديش ادله على هادشي كامل. ما عرفتش واش غيقبل رئيس التحرير ينشر كلامي ولا غيضحك عليا مني قراه. نتمنى تكون عجباتكم القصة، الناس اللي عندهم قصص وبغاوها تنشر غير كل الشرف نلقيها، غير تكون في المستوى.